بقولكوا ايه، لو سالونا هتتهموا مين في حرق الشقه، اوعى حد فيكم يقول لعقاد او ابني. يا سلام، امال مين اللي حرق ابويا؟ مين اللي حرق الشقه؟ اسكت انت، لو احنا قلنا كده يبقى احنا اللي حرقناهم المخزن يا فالح، تبقى واحده قصاد واحده. انا مش فاهم ايه اخره الحرب اللي احنا فيها دي. انا مش عارف احنا هنعيش ازاي بعد كده، احنا بقينا على الحديده. هنعيش زي ما كنا عايشين يا اخي، ايه اللي هيحصل ونشتغل اي شغلانه؟ يلا. هو مش عمي كان طلب منك اننا نسافر نقضي شهر العسل؟ ما احنا في شهر العسل اهو، وانت ناقصك حاجه؟ واحنا هنقضيه هنا؟ انا عايز اعمل ايه يعني؟ بعدين نبقى نسافر بعدين. طب وبعدين ليه؟ هو انت وراك ايه؟ ورايا شغل، ورايا المغلق، ورايا حالي ومالي. طب ما هو باباك موجود بدالك. بقول لك ايه؟ انا مفيش حد بدالي، ومن هنا ورايح لازم تفهمي حاجه، انا اهم حاجه عندي شغلي، فهماني ولا مش واصل لك؟ يا ابني ما تغلبنيش، اسمع الكلام، خد مراتك وسافر، وبعدين انا مش عايزها تزعل، لان ابوها ممكن يزعل على زعلها، والناس دول عشمانين فينا قوي. انا عايز اطمن على كل حاجه قبل ما اسافر. عايز تطمن على ايه بالظبط يعني؟ ما هو يا حاج يعني ما ينفعش اسيبك في صروف زي دي واسافر. انا عايزك انت اللي تقوم بكل الشغل، وبعدين عايزك تشد العمال، حببهم فيك، خلي كلمتك عندهم اهم من كلمه براعي. حاضر يا حاج، كل حاجه هتمشي زي ما انت عايز. مش زي ما انا عايز، لازم تمشي زي ما انت عايز، واذا احتجت مشوره هتلاقيني. هروح فين؟ طيب انا كنت عايز مراتي بس تتطبع بطبع الاول. الزوجه ما بتطبعش بطبع جوزها الا اذا حبته، اذا حست بحنيته. فانت خدها وسافر ووريها اللي عمرها ما شافته، جيب لها كل اللي هي عايزاه. لازم تحس معاك باللي ما حسيتوش مع ابوها وامها، ساعتها هتبقى في طوعك وتتطبع بطبعك وتعمل كل اللي انت عايزه. اسمع الكلام. جالي الكلام يا حميده؟ مش قلتلك ابوكي ما يقدرش يستغنى عني؟ ده انا برعى يا بت. اخوكي خد عروسته وراح يقضي شهر العسل، وانا رجعت اظبط كل حاجه. بكره فتحي يرجع، وعلى راي المثل كانك يا ابو زيت ما غزيت. تقول يا حميده، اخوكي فتحي ده هجاص هالفطع على الفاضي، لسه قدامه كتير قوي عبال ما يتعلم. ما تخلصنا منه بقى عشان نرتاح. قصدك ايه؟ ما انت ياما زحت رجاله من قدامك، هو هيفضل يعني واقف لنا زي اللقمه في الزور؟ اعمل معاه زي ما عملت مع الواد قوره وبعته على ابو زعبل. حميده الكلام ده خطير يا بت. خطير ولا نخرج من المولد بلا حمص؟ ده انت ليك في شغل ابويا كتير، يجي فتحي على الجاهز ويقش كل اللي على الترابيزه. شوف يا بنت الناس، انا ممكن اعمل الموضوع ده بس مع اي حد تاني غير فتح اخوكي. الحاج ابراهيم العقاد تروح عين من عينيه، ولا حد يمس اخوكي فتحي بقشايه. ده انت خايف بقى يا برعي. خايف ومرعوب كمان يا حميده. الحاج ابراهيم العقاد ابوكي ده لو بص بعينيه في عين اي حد يفهم الحد اللي قدامه ده عاوز ايه وبيفكر في ايه، وساعتها لو ابوكي عارف اي حاجه ممكن ينسفني من على الارض، انا وانتي والعيلين اللي حالتنا. ليه ان شاء الله؟ هو انا مش بنته؟ ومحمد وابراهيم مش هو جدهم؟ اه جدهم، بس ابنه حاجه واولادنا حاجه تانيه. الحاج ابراهيم العقاد حميده يفدي روحه عشان خاطر ابنه. خلاص خليك زي ما انت، زي ما تغطس زي ما تقب، وعلى راي المثل خد ومتعود على اللطن. شوف يا بنت الناس، فتح اخوكي ده عامل زي الايد الواحده اللي ما بتعرفش تسقف، انا بقى برعي الايد التانية اللي هتسقف مع فتحي، يعني اعمل مع فتحي زي ما عملت مع ابوكي، واحنا عايشين والحمد لله. بلاش بلاش الشيطان يركب دماغك يا حميده. فتحي وحشني قوي يا ابراهيم. يا سلام، طب ما سافرتيش معاه ليه؟ هو وبنت حبيبك واخوكي سابوا شنب ضرخم. هتتمقلس عليا يا حاج؟ مش كفايه يا اخويا حرمني من بنتي؟ انا حرمك من بنتك؟
ما انا سامعك تزوريها وتوديها، عايزه ايه اكتر من كده؟ عايزه يا حاج قلبك يهاني عشان البنت اللي ما تحب تزورنا تيجي هنا البيت وتدب رجلها وهي مش خايفه. عشان جوزها الاخر يجي معاها يدب وهو مش خايف، ومره ينتهزها فرصه ويحط في ايدينا الحديد. يوه الشر بره وبعيد يا اخويا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما هو انت السبب، انت الظاهر ناويه تقلبي ليلتك ليله غامه يا بهيجه. يا ابراهيم انا ام، انا ام يا اخويا وصعبه عليا، البنت محرومه منك ومن خيرك. محرومه مني ده ايه؟ انت بتروحي تزوريها وبتاخدي لها معاكي شيء وشويات وبتديها فلوس كمان على شويه الحلويات اللي انا بشيلهم لها. يا حاج لو على الفلوس اللي انت بتديها لها اديها لها، البنت ما بترضاش تمد ايدها ولا تاخد مني ولا مليم. يا سبحان الله، ايه مستغنيه يعني؟ لا يا اخويا البنت صعبان عليها تاخد فلوس من وراك. خلاص يا بهيجه ما تقلبهاش عياط، انتهزي فرصه كل مناسبه كده وخدي لها معاكي حاجه ذهب، بس تكون حاجه غاليه قوي. يا حاج ابراهيم هي مروه يا اخويا بيخيل عليها الكلام ده، البنت تعليمها جامد ودماغها ما شاء الله عليها مفتحه وبتفهم كل حاجه. يعني عايزاني اعمل ايه دلوقتي يا بهيجه؟ اصل في فرح اخوها فتحي اما شفتها بتحضنك وبتبوسك قلبي كان بيتقطع ومش عارفه داري دمعتي ازاي. هتقلبها لي غم ولا ايه؟ واقسم بالله اسيب لك الحته وقومه تخمت خالص. يا هاني خلصنا. تمام يا معلم. سلام عليكم يا رجاله. ازيك يا ورقه عامل ايه؟ اهلا 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 اتوحى عريسنا جميل بالرفاه والبنين ان شاء الله. يا ربنا يخليك يا ورقه، عقبال ولادك. طمني. اتبسطت؟ رفعت راسنا؟ خلي بالك العروسه لما تتبسط من جوزها في شهر العسل بس بعد كده يخش عليها تقول له يا ما انت وحشني. لا ما تقلقش يا ورقه، اخوك عمل الواجب وزياده. قول لي هو الحاج هنا مش كده؟ ده فوق من بدري مستنيك. ده انت وحشه قوي ووحشني انا كمان. يلا بقى عشان ندور الدولاب. انا جاي عشان اشتغله بس. صباح فل. لسه هتشتغل كده من اولها؟ ماشي يا حلت امك، على الله على الطلق ده يكون غلام. حبيبي الف حمد لله على السلامه. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حاج، وحشتني قوي وحشتني قوي قوي قوي. ربنا يبارك فيك. قول لي يا ابني انت انبسطت؟ الحمد لله انبسطت قوي. طب خير، ومراتك انبسطت برضه؟ ما هو طبعا لازم تتبسط يا حاج، هي عمرها شافت اللي شافته. خير الحمد لله. بس ايه ده يا ابني، ده انت ما كملتش الشهر. زهقت زهقت قوي، وبصراحه كده يعني نفسي جاي على الشغل. طب الحمد لله الحمد لله على سلامتك. اقعد اقعد، انا عايزك تكلمني. ايه خير؟ شكلك كنت مستنيني. ان شاء الله خير، فعلا كنت مستنيك. في كلمتين مهمين عايز اقولهم لك وتسمعهم كده وتتأنى فيهم. ليه هو في ايه؟ في حاجة حصل؟ ولحد دلوقتي مفيش حاجة، بس انا خايف يحصل. خير يا حاج؟ انت كده قلقتني، في ايه؟ مفيش قلق ولا حاجة. قول لي الاول انت ايه علاقتك بعلاق جوز اختك؟ كويسة. ايوه كويسة، دي يعني ايه؟ يعني زي اي علاقة اخ بجوز اخته. يعني انت بتشوفه كتير؟ على حسب. هو في ايه يا حاج؟ انت كده بتقلقني اكتر. هو عموما انا عايزك تخف علاقتك بيه شويه وتخف زيارتك ليهم، يعني خلي زيارتك ليهم من حين لحين في المناسبات بس. انا مش فاهم حاجه. انت ناسي ان جوز اختك ده بيشتغل ضابط بوليس، وبعدين بيشتغل في المكافحه، واحنا بنشتغل في حالنا، يعني البعد عنهم احسن، البعد عنهم يخلينا في ضمان. ايوه بس ده بقى خلاص يعني واحد مننا. ايوه مننا بس ما يعرفش حاجه عننا. واحنا هنفضل كده يعني بعاد عن مروه كتير؟ يعني لحد ما يكون الاوان. طب ولسه يا حاج ما انش الاوان ان ابراهيم ابني يرجع؟ ابنك ده ايه؟ في حد عمره سمع ان في راجل وست خلفوا بعد ما اتجوزوا بشهر ولا 3 4 اشهر حتى؟ طيب طب قول لي يا حاج مفيش اخبار عن ورده بعد ما شقتها اتحرقت؟ يوه ورده وزفت، انا سمعت انهم غاروا وراحوا قعدوا في حته اسمها كوم السمن،
وبعدين بيقولوا ان الواد هريدي اخوها واخوه الاثنين بيشتغلوا صبيان في قهوه وهي بتخدم في البيوت، يعني رجعوا لاصلهم. ورده ام ابننا تشتغل خدامه؟ ام ابنك ده ايه يا ابني؟ ام ابنك هي اللي مكتوب اسمها جنب اسمك في الكتاب اللي احنا كتبناه عند المأذون. ايوه يا حاج، بس ورده هي امه حسب شرع ربنا. يا ابني امه هي الهانم بنت عبد المنعم بي ابو شنب، مش يبقى ابن الزفته ورده بنت بشندي المعفن. حلو يا بتاعي يا غزال، ايه الجمال ده؟ قشطه. ورده ورده بنت ورده، بنت ورده. ايه يا سالم ايه اللي معاكي ده؟ خضار ولحم ومش بتاعنا. اوعدنا يا رب. انا مش عارف ليه يا رب مش عايز تفرجها علينا زي ما فرجتها قبل كده. هي ليه سودة مع الواحد كده؟ ادوكش. ايوه الناس انسعرت ولا ايه يا دوكش؟ ده كل واحد عنده مخزن يجي لك بعد شهر ولا اتنين يقول لك الدنيا غليت والحياه بقى فيها مخاطره، زود لنا المعلوم. الشغلانه بقت تقرف. انت تشوف لحد معايا الغلابه دول اللي عينهم مكسوره وخازن بضاعتك عندهم، دول لو غمستهم باي حاجه هيدقوا لك ابو النواس. منين بس يا دوكش؟ ما انت عارف البير وغطاه، عندك الواد هريدي واخوه جربهم. لا دول عضمهم طري وما يضمنوش. ليه يعني؟ مش سلوهم يا دوكش. الله ما تنساش دول جداد في الحي. جري يا ابو النواس، شد حيلك عليهم شويه يا عم، دول رجالتك. رجالتي. وهتقول لي فطامه؟ هقول لك خايف افطمهم ما يرضوش وجر رجل البوليس. ليه بقى؟ الله اجر رجل البوليس ليه يا عم؟ يخافوا يا دوكش من عمليه زي دي، شممهم ريحه الفلوس وهم قلبهم يبقى حديد، وبعدين دول بعيد عن اي شبهه. طب والبنت اختهم؟ دي مراخيرها في السما مش عاجبها حد في كوم السمنه خالص. يا عم دي غلبانه ومتلطمه في الخدمه في البيوت، على الاقل لو القرش جرى في ايديهم هتقعد في بيتها وما تمرمطش. الله انا جرجرهم في الكلام كده واشوف ميتهم ايه. انا عن نفسي موافقه ما عنديش مانع، بس المهم هيدفع كام؟ انا معاك يا ورده يا اختي، المهم القبيل. يا اخوانا يا اخوانا، الشغلانه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي شغلانه خطره جدا، اقل حاجه فيها تأبيده ما كانتش اعدام. تف من بوقك يا ولا، فلا الله ولا فالك. ولعلمك بقى انا سمعت ان في ناس كتير قوي في المنطقه هنا بيشتغلوا في نفس الشغلانه. وبعدين يعني انت يعني يا عم هريدي يعني عجبك العيشه اللي احنا عايشينها دي؟ ايه يا عم؟ عايزين نبقى على وش الدنيا، نفسنا ناكل لحمه زينا زي الناس. خلاص الواحد معدته اتهرت من الفول والطعميه. انا عندي فكره. فكرتي يا ورده؟ احنا ما ناخدش منه فلوس. ايه يا اختي؟ حد يرفض النعمه برجليه؟ افهم بس يا ولا، هناخد منه بضاعه. هقول اول ما تشطحي تنطحي، مش هيوافق. ان شاء الله عنه موافق يا اخوي، يروح في 60 داهيه ويجي مليون غيره. طب وهنعمل ايه بالبضاعه دي يا اختي؟ هنتاجر ونبيع ونشتري. يا نهارك اسود ونيل. قول يا ورده عشان على اخر الزمن نتاجر في المخاطرات. ما احنا بنخزن يا اخوي، ده سخم ودل. اقول لك ايه، اذا كنا هنسمع كلام الراجل اللي اسمه ابو النواس ده يبقى ناخد فلوسه وخلاص. لا انتوا عايزين تقبوا لفوق ولا نفضل طول عمرنا عايشين في البدرون؟ اسمعوا، من هنا ورايح اللي اقوله هو اللي هيمشي. هات جوز جنيهات يا ولا. معيش يا اختي، ما انت عارفه اللي فيها. اوعى ايدك، هات. ماشي ما يغنوش عليك. مين البت اللي كانت واقفه مع صبايا كبيره يا ابو النواس؟ دي البت ورده اخته. اسمها ورده؟ اسمع على مسمى صحيح. ايه؟ عينك منها بيوم ولا ايه؟ بصراحه البت تستاهل. سيبك منها، دي بت شالها وصانها طويل وبتشاكل طوب الارض. يعني ايه؟ مالهاش سكه؟ سكه ايه بس يا حاج بيوم؟
ده انت متجوز لغايه دلوقتي جي 8 نسوان، انت ايه؟ ما بتشبعش؟ ايوه الله، بس ما فيش حد منهم على ذمتي. وانا بصراحه ربنا بقى ما احبش انام وفرشتي فاضيه، لا دم جيبي مليان، فرشه تبقى فاضيه ليه؟ وعلى راي المثل الجزار ما يخافش من كتر الغنم. طب سيبك بقى من سيره النسوان دي ونتكلم في الجد. هو في احلى من سيره النسوان يا عم؟ فضها سيره بقى. القصد انت ناوي تشتري البيت ده ولا مالكش شوق فيه؟ قلت لك هشتريه، بس اخلص الاول من البيت اللي انا ببنيه واسكنه. الا قول لي هي ساكنه فين؟ هي مين دي؟ البيت اللي عليها الكلام، اخت صبيك. ما قلت لك سيبك منها بيومي. الله، يعني انت غير وجع قلب؟ يعني انت عاجبك حالي كده ارجع البيت ما لاقيش فيه حد ولا حد يقول لي رحت فين ولا جيت منين؟ يا بيومي دي مش من دوره، ده انت لو كنت بتخلف كنت زمانك خلفت اكبر منها. انت عايزني اتجوز العجوزه ليه؟ ده الوظويز بيرد الروح، الوظوظه ترجعك شباب تاني. ما قلت لك يا بيومي شيل على قد، انت مش قدهم، انت راجل مقاول كبير على سنة ورمح. شوف لك واحده كده من دورك تصونك وتصون شرفك وتحافظ لك على القرشين اللي انت شقيت بيهم. انت شايف كده يعني يا ابو نواس؟ امال انت فاكر ايه؟ خدها مني نصيحه يا صاحبي، الجواز من الصغيرين قله قيمه وبهدله، وعلى راي الليل ايش يعمل الترقيع في التوب الدايب. زهقانه يا ماما طول النهار والليل وانا قاعده لوحدي. امال جوزك فين؟ جوزي ده كل يوم يرجع ياكل اذا كان جعان، وبعدين يدخل يريح شويه ويقوم يلبس ويخرج. طب انت ما بتخرجيش معاه ليه؟ اخرج معاه ازاي؟ ده انا كل ما اطلب منه كده يقول لي رايح اقابل ناس في شغل. يا حبيبتي انت بتنسي انك متجوزه راجل اعمال، يعني المفروض تروحي معاه مكان ما هو رايح. هو اصحابه اللي بيقابلهم دول مش اكيد كل واحد بيجي معاه مراته؟ يا بنتي روحي معاه، افهميني كويس، اتنصحي بقى، ما تبقيش عبيطه وهبله يا بنتي. خلاص محدش ضامن الحياه من موت، صدقيني يا بنتي. ريحي يا ستي، بلاش تضايق وتهقوا في عيشته. الله، دول ناس ولاد بلد، ما هماش ولاد زواج زينا، يعني طباعهم غير طباعنا يا ميسه يا بنتي. ومين؟ ما لو بنتك ناصحه وشاطره كانت اتطبعت بطباعه وكانت عرفته على اصحابها الكبار اللي من عائلات كبيره. ما انا بصراحه كنت عايزه اعمل كده، بس هو مش مديني فرصه. اوعي يا ميسه تسمعي كلام ماما وتعرفيه بصحبها. لا، احسن يا بنتي واحده فيهم تلف عليه وتلقفه مني. يعني خلاص مفيش في جماله؟ انا شايفه ان شكله عادي. مش مهم شكله يا عبيط، المهم فلوسه. ابوها عنده فلوس مش عند اي حد تاني. مش للدرجه دي يا بابا، البلد مليانه ناس اغنياء. لا للدرجه دي يا ميسه، افهمي الكلام اللي انا بقوله لك كويس قوي. انا عارف انا بقول ايه. كلام ابوكي مظبوط يا بنتي، حلقي عليه واللي تقدري تاخديه منه خديه. هو بصراحه ما بيبخلش عليا باي حاجه بطلبها منه. خلاص، يبقى انت عايزه منه ايه تاني؟ ايه الغباوه دي؟ المعلومة عند معلم ابو نواس؟ اه اداني 50 جنيه، جبت كيلو لحم وادي الباقي اهو. ليه؟ احنا مش اتفقنا هناخد من عنده بضاعة؟ ايوه، ما انا بصراحة خوف. خفت ولا نفسك هفتك على اللحمة؟ يا اخوي، يعني انت اللي نفسك ما هفتكش على اللحمة؟ مالكم انتوا الاتنين مخوفين عليها كده ليه؟ ما انا قلت لكم نجوع النهاردة وبكرة يبقى قلبنا فلوس قد كده اهو، بدل ما ناكل لحمة ناكل ديك رومي. قولي لي فيها واحدة يا اختي، انت خلاص يعني دماغك تربست على الشغلانه اللي تودي اللومان دي؟ ايوه، اللي يتعلم ما يخافش يا هريدي. خلاص يا اخوانا، خلاص يا اخوانا، استهدوا بالله. المهم ان احنا الليله دي ناكل اللحمه هي، ها، وبعد كده نخزن وناخد عرقنا بضاعه. ماشي يا هريدي؟ ايوه. طب افرضوا ابو النواس ما وافقش؟ طز فيه يجي غيره. المهم يا حبيبتي، احنا بعد ما نخزن البضاعه نبيعها ازاي؟ انا حاطه اصلكم على الزباين، هو احنا هنغلب؟ مساء الفل يا عسل انت يا جميل. اللي اخرك كل ده؟ عمال ما خلصت من الهم اللي عندي. مراتك؟ هو في حد بينكد عليا غيرها؟ انت ما كانش ليك في الجواز يا توح. الله يسامح ابويا، الله يسامحك يا ابويا، الله يسامحك. انا محضره لك كل حاجه. اه، هو ده بقى الكلام الموزون. لا استني بس، ده ناقص اهم حاجه. الشيشه، ما انت عارف ماليش فيها يا قلبي. ده الكلام بقى اللي مش موزون. الله يمسيك بالخير يا واد يا سالم. طب ايه رايك بقى ان الواد سالم ده كان حريف في الحاجات دي؟ يلا مش مشكله. ايه رايك بقى؟ انا اللي هطعم وانا اللي هبكر وانا اللي هكرس وانا اللي هولع وانا اللي هشعل كمان. يا لهوي، ده انت كده نفسك هيتقطع.
خد كاس احسن. يا دي الخمر، هبقى سلك زوري بشفطتين. المهم دلوقتي انا عايزه اتسلطن. بقول لك ايه يا جميل، ما تقوم ترقص بقى. مالك جاي النهارده متشمر ومتعزم كده؟ عايز انسى. تنسى ايه يا قلبي؟ لا دي مواضيع كتيره طول شرحها. عارفه يا سوزي، انت الوحيده اللي دمتيلي. تسلم لي يا روحي، اقعد هنا انت بقى وانا الليله جريتك. طيب اقوم بقى اجيب الشيشه. اقعد بس الاول وخد كاسك وروق، وانا هجيب لك كل حاجه لحد عندك. مش بقول لك انت اللي فهماني؟ هو الحقيقه مش انت لوحدك، يعني انت والنسوان الخواجات. مين دول بقى النسوان الخواجات؟ لا 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 لا، ده موضوع بقى طول شرحه، هبقى احكي لك عليه وانا وانت بنمزمز في الكاس. يلا يلا بقى. هو مين اللي كان قاعد النهارده جنب المعلم ابو نواس؟ قصدك على مين؟ ما اللي بيقعدوا جنب ابو نواس كتير. كنش قصدك الدكش؟ لا يا ولد، ما انا الدكش عارفاه. يبقى قصدك على المعلم بيوم المقاول. ومش اي مقاول يا ورد، مش اي مقاول، ده على قلبه الفلوس بالزوفه. شفتيه امتى يا بت؟ شفته النهارده قدام القهوه وانا بتكلم معاك. طب وايه ماله؟ مضايقك في ايه؟ انا كل اللي اعرفه عنه انه راجل في حاله. اصله يعني النهارده يا اخويا كان عمال يبص لي كده بصات غريبه من فوق لتحت. لعلمكم بقى انا كنت هشتمه. انت عايزه شكل طوب الارض يا ورده. يا ورده افهمي بقى، احنا مش قد الناس دول، احنا اغراب وبنقول حته دارينا. يا حته دارينا ليه يا اخويا؟ عاملين عامله ومستخبيين منها؟ احنا على عينك يا تاجر اهو، ومحدش كسر عينينا. خلاص ما تبقيش تهوي من حته القهوه. هو الراجل ده بيجي هنا من امتى؟ اللي اعرفه ان ابو نواس بيجر رجله عشان يبيع له البيت اللي هده الجمعه اللي فاتت. طيب لما تشوفه تاني بقى قول له ما يبصليش البصات دي احسن. لا اله الا الله، هو الراجل كان جسدك على طرف؟ طب ايه رايك بقى ان الراجل ده لو بصلك تاني يا ورده انا هقطع رقبته. اهو اهو شفت يا ست ورده، عاجبك كده يا اختي؟ عاجبك كده يا ورده؟ يا ورده حرام عليك، احنا هنا ملناش عزوه، والحته اللي احنا فيها دي لابس زي ما انتوا شايفين يا اخواننا. يلا يلا اختي استهدي بالله كده واعملي لنا العشاء عشان ناكل ونتخدم. انت مالك يا اخويا؟ مش هيقول لنا كلمه ليه؟ خايف عليكوا يا ورده. ما انا برضه مهما كان اخوكوا الكبير وانتوا مسؤولين مني. انت مش بتقول ان الراجل المقاول ده طيب وعلى نياته؟ ايه اللي مخوفك بقى؟ خايف تجر شكل يا ورده. معلش يا ورده يا اختي، حقيقي الدنيا دي دواره. بعد ما كنا بنقعد على السفرة زينا زي ولاد الزوات وبناكل أحلى أكل، دلوقتي ملمومين على الطبلية زينا زي الفيران. معلش يا واد يا سيد، هي الدنيا كده، يوم في العالي ويوم في الواطي. بس ورحمة أبويا لبكرة عايشكوا عيشة عليوي قوي، أحسن من اللي كان معايش هلنب ابن العقاد. وتشكرين قوي يا حاج على الغدوة الجميلة دي. انتوا شرفتونا يا سعادة الباشا. غدوة ايه؟ هو انتوا كلتوا حاجة يا ابو شنب بيه يا اخويا؟ ده انتوا كلتوا نص بطن يا دوب. لا لا مش ممكن يا بهيجة هانم، ده انا كده محتاجة اخد كل ادوية الهضم. ده كلام، ده انتوا كمان لسه لا كلتوا الفاكهة ولا حليتوا بالبسبوسة وبالكنافة. لا لا مش ممكن ابدا، انت تقدر يا عبد المنعم؟ لا انا ما اقدرش ازعل الحاج ابدا. ربنا يكرمك. على كل حال احنا ناخد نفسنا شوية وبعدين نخش على الحلو. وإيه كان على الأدوية؟ أنا جايب معايا من بره أدوية تهضم الزلط. كان نفسي فتحي وميسة يبقوا معانا على الأكل، بس يلا بقى، قالوا لي إن هما معزومين عند ناس أصحابهم. لا بالمناسبة يا حاج، هو فتحي كل شغله بالليل؟ والله الحقيقة مش دايما يعني، إنما عشان إيه السؤال ده سعادة الباشا؟ لا أبدا، أصل ميسة بنتي قالت لي إنه بيخرج طول الليل وما بيرجعش غير وش الفجر، وبيسيبها قاعدة لوحدها في البيت. لا دي حاجة ما تخلصش، ده شيء ما يرضينيش أبدا. على كل حال يا سعادة الباشا أنا مستعد أشيل عنه شوية. هي أكيد طبعا يا حاج بتقول كده عشان بتحبه. طبعا يا أختي طبعا، ربنا يهدي سرهم، هي الوحدة يسعدها إيه غير ونس جوزها وهي معاه. على كل حال يا باشا الحكاية دي مش هتتكرر تاني، سيبوني وأنا إن شاء الله هتصرف. مالك يا قلب؟ مزاجك الليله مش هو. في موضوع كده مش موزون مضايقني شويه. معاش اللي يضايقك، موضوع ايه؟ بسمع يا بنت الحلال، انا راجل جدع وما احبش الست اللي معايا ولا ترقص ولا جسمها يبل حد.
يعني موضوع رأسك في الكبريهات ده انا مش عايزه. بس انا ليك لوحدك وعمري ما حد هيلمسني غيرك ولا هبص لحد تاني غيرك. ويا ريت نفضل كده على طول. على رأي غنوة عبد الحليم حافظ، انا لك على طول، خليك لي. ولا على طول ولا على عرض، انا قلت لك اللي عندي، انا مش عايزك ترقصي لحد غيري. لو عايزه ترقصي رقصي لنا، رقصي لنا لوحدك. هو اول ما تزهق مني وعينك تزوغ على واحده تانية تقول لي امك في العش ولا طارت، ومد انا ايدي للناس واقول لله يا محسنين، مش هو ده اللي هيحصل؟ جرايه يا بت، انت في حد قال لك ان فتح العقد ده راجل ندل؟ طب ايه رايك بقى اللي انا من بكره الصبح هفتح لك حساب في البنك؟ انا من اول ما عرفتك وانا بقول عليك ابو الشهامه والمجدع. طب مدام كده ما تقومي بقى تشغلي لنا مزيكا وترقصي لي الرقصه بتاعتي بتاعت انا وبس. بس كده؟ ده انت تؤمر يا قلبي. الله 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 الله. ما تروح تفتح. قلت ليه والعيال الورش؟ انا مش عايز اركز غير معاك انت يا جميل. يلا. لا هيفضلوا يرنوا كده؟ طب ما يرنوا، ايه المشكله يعني؟ يلا بقى. مين بيخبط بالشكل ده؟ مش معقول يكون الشله. يا ستي تلاقيه حد غلط في باب الشقه ولا حاجه، ايه الفصلان ده؟ انت فطرت ولا ايه يا قلبي؟ في حد يبقى غلطان في الشقه يخبط بالشكل ده؟ امال عايزة ايه خبطت ازاي يعني؟ لا قوم بقى، انا ابتديت اتوحش. هو نشوف مين؟ مين ده؟ انا اقوم افتح؟ لا 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 لا، روح انت افتح، ولو حد سأل عليا قولي له ان انا مش هنا، انا هناك. الله يقل مزاجك، يلا بتخبط. انت مين وعايزين؟ هو ايه اصل ده؟ تعالى هنا، رايح فين؟ يا بنت يا سوزي. بابا ابوك يا مساء الخير يا حاج، دي ايه الصدفه الحلوه دي؟ انت انا مش قلت انك خلصت من الشقه الهباب دي؟ ما هو اصل اهو. ايه واصل ايه؟ وبعدين مالك مش قادر تصلب طولك كده ليه؟ ها اصله ده في الهباب اللي هو بيشربه ده. انكتم انتي؟ انكتم؟ وانا عملت ايه يا حاج؟ يا بنتي مش عايز قلب الدماغ، قول امشي وشوفي قرشين ايه اللي انت عايزاهم وانا ارميهم لك. بابا يا سوزي اسكت انت، انت حسابك معايا بعدين. لا هو انت فاكرني ايه يا حاج؟ بنت خدي بعضك وامشي دلوقتي، امشي وياك اسمع انك اتصلت بيه تاني. على ايه ده كله؟ هو انا يعني اللي بضربه على ايده؟ ما هو اللي ما بيستريحش غير معايا، حتى اسالني. يا بنتي عيب عيب، ده راجل متجوز ومراته اولى بيه. امال يعني بيحبني ومتشحتف عليا ليه يا حاج؟ انت عارفه كويس انت ايه. لا يا قلبي، ده انا سوزي الرقاصه على سن ورمح اللي مصر كلها عارفاه، ومفيش راجل في البلد دي ما يتمناش رضاي. بص يا بت، انا جبتها لك من الاخر، شوف انت عايزه كام وانا هرميهم لك. وبعدين بيكلميني في التليفون في النمره اللي بيكلمي فيها. عاجبك البيولة يا ابو جدع فتحي؟ عاجبك انه يهزقني كده ويبعتر كرامتي؟ يوه مش وقته يا سوس، يلا مع السلامه. انت دلوقتي مع السلامه. مش مع السلامه دلوقتي، مع السلامه على طول. خلاص خلصنا. هو انت يعني بتطردني من الجنه؟ بس اياك بقى بعد كده المحروس ابنك يجي يترجاني عشان اصالحه وارجع له. عن اذنك يا حاجه غير هدومي،
يا راجل الأخلاق والأصول. ولد بقى ده منظر واحد متجوز جديد، وبعدين يا ريتها أحلى من مراتك. ما هو أصلا أعرفها قبل ما أتجوز يا حاج. يا سلام، ويا ترى بنت بشان دي كانت بتسمح لك تسهر كده دلوقتي؟ للسيرة دي بس يا أبويا. ولا الكونتراتو بتاع الشقة دي فين؟ بكرة عايز الكونتراتو ده يكون عندي، ومش عايز أسمع إنك بتتصرمح بره بيتك للاتي. الراجل الجدع بصحيحة ياخد باله من طلبات بيته، ما يخليش مراته تحس إنها محتاجة الحاجة أبداً. يا ابني لازم تعرف إنك متجوز بنت واحد من كبارات البلد، يعني اللي بتعمله ده عيب عيب. وبعدين انت خلاص بقيت معروف والعين عليك، والراجل ابوها ده يعرف كل حاجة عننا، فاحنا مش عايزين ويزعل مننا. مفهوم ده دلوقتي ولا لا؟ إبراهيم الصغير. لا إن كان على إبراهيم استبري شوية، لها شهرين كمان هو يدوب يبقى ابنك داخل على 7 شهر جواز، ساعتها ممكن نجيب الواد هنا ونشيع في البطنية كلها إن فتحي يخلف. يا ريت يا حاج، بس إزاي؟ الخوف لحسن برعي، ولا بنت من بناتك يجوا هنا يا أخويا ويشوفوا الواد هيعرفوا ان هو مش ابن مايسة. الله عندك حق في دي كمان. خلاص سيبه بقى في بيت ابوه كمان كم شهر كده يتربى لغايه ما يكبر شويه. يا ريت يا اخويا. ده انا منى عيني الواد الصغير يتربى في حضن ابوه، بس مين يضمن البت مراته دي يبقى قلبها حنين؟ دي زي ما انت شايف كده نحنوحه ودلوعه، لا تعرف تربي ولا تعرف تدادي. وقال على راي المثل لكل من نفخت طبخت. انا خايفه قوي يا حاج ابراهيم على الواد. خايفه ايه بس؟ وايه نفخت ولبخت ما تخافيش انا موجود، انا مش معقول هسيب بابا يجي علشان يتبهدل. طب هتعمل ايه بس؟ بنعمل ايه؟ يا صباح الخيرات، ربنا يبارك في سعادتك، كلهم بخير بيبوسوا ايديك. انا كنت طمعان ان اعرض على سعادتك موضوع كده. لا والله ما ينفعش في التليفون. ايوه لكن ازاي يا حاج تخبي عننا موضوع زي ده؟ بقى فتحي كان متجوز ومخلف كمان. سعادة الباشا بصراحه ربنا ما جاتش فرصه، بس انما ده اصله عادي، ياما في ناس في الدنيا بتتجوز وبعدين تطلق ترجع تتجوز تاني وبعدين يعني حاجات زي كده هكذا دواليك. ايوه يا حاج، بس كان لازم احنا نبقى عارفين، وكمان البنت كانت لازم تبقى عارفه. انا بصراحه مش عارف هي هتعمل ايه لما تعرف. البركه في سعادتك، املنا في الكبير، كلمتين من معاليك تلين دماغها. طب وامها يا حاج؟ اكيد لما هتعرف الموضوع هتقول ان مفيش امان لعيشه ميسه مع فتحي. ما هو اللي يطلق مره يا حاج يطلق التانية. لا لا لا، ما عندناش حاجات من دي، احنا ما نقبلش كده ابدا. بضمانت انا سعادة الباشا. لا، اللي زي فتحي ابنك ده يا حاج ملوش ضمان. لا انا بصراحه لازم اامن مستقبل بنتي مع ابنك. طيب انا كان ممكن اعمل ايه بس يا سعادة الباشا؟ ما هو العيل الصغير الغلبان ده
لازم يتربى في حضن ابوه. احنا مش في الواد دلوقتي يا حاج، احنا في مستقبل بنتي ميسة. بصراحة انا لازم اامن مستقبلها مع ابنك. اللي تشوفه يا سعادة الباشا، انت بس قشر كده هيبقى امر ننفذه فورا. انا بقول يعني فتحي يحط لها مبلغ باسمها في البنك. تحت امر سعادتك. مطلوب كام يا سعادة الباشا؟ نقول زي المهر، جزء ارانب وربع ارنب من عندنا كمان فيهم. انا تحت الامر يا سعادة الباشا. ما تاخذنيش يا حاج، انا بتكلم كأب يعني خايف على مستقبل بنته. طبعا انا فاهم، ده هو ده كلام العدل والحق. ده انت يا سعادة الباشا رجل الحق والعدل. يلا يا بنتي يا ودني الارنب، انت هاتي البسبوسه والكنافه. انا وراك يا استاذ بهيج، وراك. يا الف اهلا وسهلا، يا مليون خطوه عزيزه، يا استاذه وبشانه بيا اخويا. تسلم ايدك يا حاج. البسبوسه يا حاج. اتفضل يا بيه. شكرا يا بنتي. يلا بدي تاكل. حاضر يا استاذ بهيج. بالمناسبه يا حاج، هو الواد عمره قد ايه دلوقتي؟ والله يا ست ام فتحي، الولد الصغير ده بقى قد ايه دلوقتي؟ يجي اخويا كده 7 اشهر الا كام يوم. ما تقدمي حاجه لسعاده الباشا. لا مؤاخذه، حاضر. عينيا الاثنين. منورنا يا باشا. ربنا يخليكي، تعبناكي معانا النهارده يا ست ام فتحي. عيب ما تقولش كده، تعبك راح. 7 اشهر، 7 اشهر. طب ايه رايك بقى يا حاج، عشان نظبط الموضوع كويس، نقول ان ميسه بنتي خلفت بعد 7 اشهر. الله الله، ينور مخك. الله الله على دي فكرة. هي يا سعادة الباشا، انت كده تبقى عملت فيا معروف كبير قوي. لا انا مش هعمله بنفسي يا حاج، البركة في امها. هي بقى اللي هتقوم بالمهمة دي، هتقعد مع ميسة وتفطمها وتفهمها كل حاجة. والله عندك حق، ده احنا نسينا الست ميسة. على كل حال، اذا كنا قدمنا السبت مع الست ميسة، فاحنا هنقدم بقية ايام الاسبوع مع الست ام ميسة. انا سعيد.